هناك الكثير من الأدوات التي نستخدمها نجهل طريقة صنعها والمواد التي تدخل في تركيبها والجهود المقدمة لاستكمالها على بساطة تلك الأدوات. فعلى سبيل المثال صناعة بعض الأدوات المنزلية المستخدمة كطناجر الطهي أو إبريق الشاي وغيرها من الأدوات البسيطة، فهذه منشأة بسيطة في معداتها تعرفنا على كيفية صنع تلك الأدوات من المادة الخام حتى الشكل النهائي لها. شو المادة الأولية اللي بتستخدموها ومن وين بتجيبوها؟ هون المادة الأولية منجيبها صفائح ألمنيوم بتجي هي من الشام من السيدة زينب، أيوة، ونحن منجيبها ومنساوي لها التشكيلات المعدنية حسب الطلب الزبائن. مثل شو هالتشكيلات؟ شو بتصنعوها؟ يعني مثل طناجر، تقالي، أبريق شاي، كسرولات حليب، قوالب جاتو، يعني كل شيء بتطلبه الزبون أو المستهلك السوري بالأسواق السورية منشتغله. وين بتصدروا؟ نحن هون حاليا بنصدر للمحافظات كلها، الشام، حلب، طرطوس، بانياس، جبلة، لازقية، هون المحافظة يعني لها الزبائن هدول الموجودين ضمن المحافظات. مطلوبة البضاعة اللي عم بتصنعوها بالسوق؟ الحمد لله مطلوبة، يعني بنشتغل حسب طلب الزبائن. نحن كل زبون شو بيطلب نحن نأمن له طلبه حسب طلب المستهلك طبعا السوري. قديش مو مهم وجود هيك منشآت لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل للعمال؟ شيء طبيعي انه يعني هيك تأمن فرص للشباب وللعاملين وللأيدي العاملة، وشيء يعني احسن ما نستورده من برا بنشتغله عنا. صناعة محلية طبعا، كل شغلنا صناعة محلية، من أيدي الأبريق الشاي لأيدي الطناجر للصفائح الألمنيوم، كله صناعة محلية، يعني كل شغلنا صفائح معدنية. مع ذلك كمان المكنات عنا كله صناعة محلية، كله صناعة وطنية. تحكي لي عن مراحل العمل. هلأ أنت عندك مثلا طنجرة، عندك أبريق، لكل واحدة منهم قالب محدد؟ شيء طبيعي، كل أي تشكيل معدني بده قالب محدد مشان إنه يطلع التشكيل تبعه. ونحن عنا هلأ المراحل رح نفرجيكم إياها. احكي لي عنها لو سمحت. هلأ نحن عنا مثلا البريق الشاي في له مرحلة أولى، هو البلص المرحلة الأولى، بلص مرحلة ثانية، تلميع، تسقيب، برشيم، بعد برشيم محل البلبولة البريق الشاي، من ثم النقش، من ثم التعبئة. وكمان بيجيكي طقم الطناجر نفس الشيء، كمان يعني الطنجرة بتنبلص، وبعد البلص بعد تشكيلها، بعد ما يتم تشكيلها بتصير تلميع من الخارج ومن الداخل، من ثم تركيب اليدات. شفنا في هيك أباريق لونها أخضر، هاي شو كيف صار؟ يعني شيء موديل جديد إنه نزل على السوق، عم نبخه حراري، بنطليه من برا حراري، من جوا بيضل معدني، إنه معدنه ألمنيوم، وراح نشوف هلا شلون عم ينبخ حراري. في بعض الرسومات عم تنقشوها، شو بتستخدموا؟ بنستخدم يعني قلام نقش مشان التشكيل هيك الزغرف، يعني يصير انه مو بس انه يعني قطعه عاديه، قطعه مع تجميلي. يتطلب تصنيع هذه الأدوات جهداً عضلياً كبيراً على بعض الآلات، كما تتطلب نظرة فنية عندما تأخذ الأداة شكلها النهائي، حيث يتم تلميعها وبخها وترك بعض النقوش عليها. شو عم تشتغل هلأ؟ طنجرة إبري؟ نعم، طنجرة، طنجرة هندي. ما في صعوبة بالعمل؟ لا، هالشغل هذا بده قوة عضلية، يعني هيك أنت عم تبذل جهد. قوة عضلية طبعا. هيك هالروائح أو هالبقايا ما عم تتأثروا فيها؟ لا نهائيا الحمد لله. طبعا انت شو طبيعة عملك هون؟ هون برشين دول مسكن. Thank you.
قالب لشو؟ هذا قالب بريق شاي مرحلة أولى، بيكون المواد خام هيك، بعدين نحن بنصنعه بصير مرحلة عن طريق الدوران، بصير مرحلة أولى، بعدين في مرحلة ثانية بالنسبة لبريق الشاي. يعني بيطعج الألمنيوم لحاله نتيجة نتيجة الدوران، بينطعج الألمنيوم لحاله بصير على شكل القالب، هي مرحلة أولى، بعدين في مرحلة ثانية اللي هي بصير له محل الغطاء. ممكن تحكي لي شو طبيعة عملكم؟ أنا عبارة عن تلميع القطع، تلميعهم، اسمها هي الفرشاي، اسمها الفرشاي تلميع، تلميع القطع. يعني بتجيك من جوا كيف بتكون، وهون بعد ما بتطلع من التلميع كيف بتصير؟ بتكون هيك، وأنا بضربها من هون وبلمعها على هي، وهي عبارة عن الفرشاي عن أقماش بنركبها هون ونحط لها مادة الصابون، اسمها هي مادة الصابون، بتلمع القطع. المادة اللي على وشك هي من شو؟ شحوار من البوريش، الغبرة في البوريش بتطير على وشنا. ما بتتأثروا صحيا بهالمادة؟ لا ما بأثر، بس غسلنا ما ضل شيء. انت شو طبيعة عملك هون بالمنشأة؟ طبيعة عملي انا هون بجي عندي الابريق شاي طبعا مبخوخ وجاهز او ملمع ان كان. عندي هون فك سبل نحن بنقول له، معروف هو قبضة النقش. برسمه على الابريق رسمة مثلا هيك تكون حلوة يعني، بحيث انه الابريق يطلع حلو جميل يعني. خلص هون برجع بعبوه هن يعني، بدستوه مظبطوه. مثل شو الرسومات اللي بترسمها؟ رسومات حلوة يعني، مثل الوردة، مثل اي شيء يعني كان هيك تكون حلوة تطلب على الابريق، او كان طنجرة يعني، او طناجر، في طناجر كمان بنقش عليها. هل هاي الآلة بتعمل عملية حك يعني بالمادة الألمنيوم؟ طبعا هي تقريبا بين الحك وبين الحفر يعني، بتحفر شوي هي على الألمنيوم وبتاخذ هيك شيء بسيط يعني، ما بتأثر نيابة، وبتعطي رسمة حلوة ومنظر حلو. لابد من إثبات وجود السلعة بجودتها وبسعرها المناسب للمواطن وتوفرها في الأسواق، وبهذا كله تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين فرص عمل للكثيرين، مع الطموح والكفاح لتوسيع النشاط الاقتصادي. قديش مشغل أيدي عاملة عندك؟ تقريبا من 8 ل10 شباب تقريبا. يعني وجود هيك منشآت بتأمن فرص عمل لكثير من الشباب؟ شيء طبيعي يعني، بيأمن فرص عمل منيحة لسه يعني، أنا بحتاج أكثر من هيك يعني لسه عمال، والحمد لله العمال مبسوطين ومرتاحين والشغل منيح يعني، والدوام كويس وأجورهم كويسة. يعني وجود هيك منشآت بتساهم بدعم الاقتصاد الوطني؟ شيء طبيعي، بتساعد كثير بالاقتصاد الوطني، أحسن ما نستورد أي شيء، نحن هون أحسن من أنه نستورد صناعة محلية. شو استراتيجيتك للمستقبل؟ حابب توسع أو تصنع شيء ثاني؟ شيء طبيعي يعني، نحن كل سنة منطالع شيء جديد يعني، نحن هلأ حاليا هذيك السنة ما كنا مطالعين هالمطلي من برا حراري ومن جوا معدني، سنة الجاي مفكرين بمشروع غيره مثلا يعني، أو بعد شهر 2-3 شيء جديد يعني، بشكل مستمر نحن بنحب إنه نشتغل شيء جديد. في صعوبات بتعانوا منها هون؟ حاليا هون لا، الحمد لله كثير كويس الوضع، والكهرباء مأمنة وكله مأمن الحمد لله. قديش مو ضروري وجود هيك منشآت لتأمين فرص عمل للشباب؟ هلا هيك منشآت موجودة عندنا بالبلد، ضروري كتير تكون موجودة وبتتيح فرص عمل كبيرة. وبالنسبة للشباب يعني أنا بستغرب إنه مسافرين برات البلد وعندنا ما هيك منشآت كبيرة يعني. تساهم بدعم الاقتصاد الوطني؟ إيه أكيد، لأنه هذا منتج وطني، فنحن عم نساهم البلد بارتفاع اقتصاده أكيد. كم سنة لك بهالمنشأة؟ شي 15 سنة. انت مبسوط هون بالمنشأة؟ شو امنت لك هالمنشأة؟ يعني عمل كويس وماشي امورنا وبخير الحمد لله رب العالمين.